إيه حسن نغي عزن ذي مس حسن نغي عزن مني ما توغكني وسرمنا بخافهم مسنوم دمي من ده سبحان نغنيك وسدين وم مش تجيذا ونزوانا من تجيذا ونزوانا من قذاك يوم يدار زي استوديو سبعة آخر مواجنا الإذاعة عن المملكة المغرب زي أربط مني ما توغكني وجموع حبي مغار سمار يعشان نغنى عرضي وانت مزيختي إذا نغس حسان مني ما جن توغكني وغدا خليت موها النغورة توغكني وجماضي ومهن عشان نانا رضي انت مزيخت نتقادة مرة يمس حسن ناغي كي نغضى فان ربدا غام رقيا كوش مثوم مينا شعا مش تجيدا ونزوانا ماني شو قدي مغارة واني الزاجي يايت مثنا غي كذي غاسوي الزانا مرقيا طبعا دو قابر نورا غين وم ذو شراش نوم ومثوم صحفي نغبوم كوسي أبقى باسي فيك نيكون نغا أجرود زاتي الميكروفون ربدا كوش مثوم مينا شعا عشان نغنى رضي انت مزيخت ربداقا كني وطبعا كوس الدين وم ومش نعرم اذا ناضا نسي ورخي وذاني قيما ذي ثمورا مبارا واني غيمو يوقع يعني ابلع طبعا الحدود ذقو مرقيا كين غسوي الزاني نوجي واني عزاني كين غي جان طبعا وانت التوشا انسي ورخ العالقين غي يثمثنا غي قيما اجمض ايوامان ولكن المساهمة طبعا مغربي نغي زوانا من قبر غتيري المساهمة طبعا الخارجية إلا وانتف ثيم سموني نغي جندي بارا المجتمع المدني يعني غي الجمعيات ساهمني جند مساهمة مغار ذي الظروف طبعا تعدوا ثمواث ذي الظروف كورونا نطحها مربدا خشهداء موثن قرص إن لله وإن إليه راجعون يوذاني موثن ونهنين خدمن المهام من سن رنهنين تحسب إن شاء الله زي الشهداء الأمة أنت يا حمار بي مرة ثانية ثم النغس بين ذي الظروف طبعا كورونا المغرب النغ يجن تماث سواء يني جاني مغربي النغ ذي الخارج نغي مغربي يني جان دانيتا مرة قينا واني طبعا السد العالية نجد النغ محمد ويسديس يغين صرابي أورن المغرب طماثن المغرب ذي مزداغ المغرب الحمد لله ليني جانا بارا وليني جان دانيتا إيمون الحمد لله وسبينا ذي الظروف طبعا ختويزة خت معاونت أرندادي مغربي ينسن ونهارا غنسيور طبعا خد دور طبعا المجتمع المدني خل عالقين يجان يضنض يوقع الفرج واني طبعا وموارو جديد محمد ويصديس خل مغربيين يجان بذن سيني تزيار إذا العدد 300 يوظن غال مطار أقاد وجدا يوذانا قاين قيناسا الحجر الصحي نغسمون انتن طبعا دي اوتيلات السعيدية خوانسو اتزان اذن اتغي ما يجي العدد العالقين قاين عاد غانغ ذي ثمورة مبارة يعني موجودين ذي الامارات ذي المانيا ذي هولندا ذي بلجيكا ذي كندا ذي باريس يجي العدد طبعا ني مغربيين قاين عاد ذي اسبانيا ذي تايلاند قاين عاد ان شاء الله اذا نهارا كي نحاول نتصلك مسؤولين ولكن تحسف قبره لظروف تغكوا كي الاخت النغ زي مستشاره زي البرلمان الاخت تغكوا كي نغثيري ولكن الظروف الصحيه الناس قتلي تركيا وزمار كي نغث حضرت تار زي يعني المسامحه ارسمنا ديوسينا تيري نفسيا وصحيا تيري مليح ونسيتي من العالقين غصني مساكين شويه الصبر لان اجل المعاناه تم قرانت ولحد الان يعني الحكومه الموضوعه يعني قيم اجل الموضوع تسمى يقصح زي زقومي يوقع طبعا قبل عن الحدود يوذانا قد ترجان ما مش غقنا ذات فن إذا تحية سوطة سربدا الموقع الإلكتروني أمنوس يتبع عند ربدا يمرقيثا سواء برنامج أرلو خدمات نيغ أسدي الجالية المغربية مغاربة العالم نيغ مش تجيد أو نزوانا ما نخذوي زنسن تمعوان تنسن دوك سجل البرنامج الطاقم ربدا ذيس ثلاثاني صحفيين انتقاذ المدير أمزريني حسين وانت توشال أخ صحفي ميمون عزو الزبتي محمد الإخوانا مارا سويزان باش تقن الموقع وربدا يتسجل ويتمعوانك إذا عند مزيختك البرامج يتقدم وتشمثو من شعاع تحيغ زي الحسيمة ومثنغ الغبزوري سليم يجان الناطق الرسمي طبعا المؤسسة العالمية انتويزان لإغاثة ذي ألمانيا تقاذغ الأستاذ الباحث في مجال قضايا المسلمين ذي الخارج بالغرب محمد العبدوني الناشط الحقوقي والجمعوي جمعية أمانة ذي بوبرتال تحيغ زي الإعلاميين ومثنغ جمال أسكور باسم الطيب إقليم الدريوش ذا صحفي ذي القناة طبعا شقة في التلفزيونية
ومدير صفحة طبعا تيلي ريف، وفي نفس الوقت فاعل جمعوي وأستاذ ديار الرياضة. تحية خت سوطاس خت ويزان موم، هذوك شو غوا رمز الزواري الأخ نغ سي الغبزوري، مرحبا بك. مرحبا، شكرا استاذ امينه شعاع، شكرا في المضاعفه من الترحاب. كنرى الاشاره الاستاذ. مرحبا ثومة النغ دوك مرقية باش كي نغ سويزان، دار غواري الأستاذ الباحث زي ألمانيا، نتقنا بريد التليفون غوريمان. وما تنغ الأستاذ الباحث الأستاذ النغ سي محمد العبدوني، مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا واسم الأستاذة أمينة شعاع، طحن خمار الطاقم من الإذاعة مزيخ، وتحية ختم يوم رقم جودي. مرحبا بك، ودار غوار غا بلجيك غا ومثنغ جمال أسكور تيلي ريف طبعا، وفي نفس الوقت صحفي ذي القناة التلفزيون الشقافي. ومثنغ سي جمال أسكور مرحبا بك غا الإذاعة مزيخ وغا البرنامج سنغي الله يعزخا ومتبع متما ريدو، مرحبا بك. السلام عليكم اختي امينه، والسلام خياتنا في مختار المستقلين من راديو امازيغ، وكذلك السلام خياتنا في مختار محمد العبدوني الاخ الاخ الكامخ، مرحبا بكم. مرحبا سي جمال سكور، اكيد القناه نوم سواء تيليريف ولا القناه طبعا المغاربه الشقافيه يديس خدمت الصفحه نوم، اكيد وتجي مشى الموضوع عن العالقين غيث مثلا غي النغن ديث موران بارا وخاص السيورم ما مش تغى العلاج نومي الموضوع. سي جمال سمحي الأخت أمينة. نعم يعني بالاختصار حول خان السيور إن شاء الله بالاختصار، رغم أنه الموضوع يقتح باش يختم السيور بالاختصار باش نجي فرصة الإخوان نخ إذا كان في شي عشان الحلقية يعني. أول حاجة نقارة الله يصبركم أولا الإخوان الأخوات كن بانيتي يعني بلوكر كن عالقين بانيتي بأوروبا من قال عالقين نبقى أغلبية نبقى الإخوان في بيزنس في زاد بانيتي يعني في من بلوكان دالي أوروبا سواء كليمان في أولاندا في بيجي في جميع الدول الأوروبية في جميع الدول العالم، وكذلك بين المجموعة العالقين يعني ربما الطفل الإخوان وديت في الكالشا إلا القليل وهو العالقين الطلبة الطلبة الجميل جدا. بالمناسبة بالمناسبة واش وتتوغ لأن يظن توصل خص الطلبة أن الدول طبعا أوروبا الشرقية دي أوكرانيا دي كييف دي دول نيقان مساكن قذن تحاول نواكس ان يتصل لدي الجن لا السفارات ولا القنصليه، رغم ان التليفونات نسن ولا الارقام نسن مقيده مسجله على القنصليه الديني، ولكن للاسف يعني مساكن وخاصني نسقسي لدي الجن ماشين مسوين نهنين تو خاصنا فينا ذاك وحنا المغرب، ولكن للاسف تان زي باش تبلغ ثبره طلبه نغي محضان نغي قان، وان شاء الله دايرين مرض الاطر غيخدم انت ماه نسنتي وشا، ولكن للاسف وخاصني نسقسي رادي الجن. اذا فعلا ماش سني الحاله النفسيه للعالقين يجي الحاله تقصح سوطاس وتعاود التليفون طبعا نيث مثلا اذا نغس حسان وتبعنا كينا البرنامج نطحها بسراغي نوم ذو شرش نوم على امواج الاذاعه النغ لاثير الاذاعه تمازيغ تاكوتش مثلا مينا شعاد وسدين ومش تجي ذوني زوانا مان غا 00212 5 37 20 44 74 00212 5 37 20 44 74 نمرو يا قيازم الاخوان ما رخصن شان العالق يتسريا نغنيغ ممكن يتدخل مرحبا به. هذا الغواري الاستاذ وصحفي النغ الاستاذ جمال جمال سكور مرحبا بك ثوار النغني، فعلا هذا سنك شاربي الصبر يوذنا يجي المعاناه الطمقرانت يوذنا تفضل. نعم نعم تقدرش نقول لك امينه بارك الله فيك، بالاخص بالاخص يعني نتشكريش من قبل ما تدخل الموضوع، شكرا جزيلا يعني ربما من اوائل الصحافه الاخوان الصحافه ديال المغرب يدوش الاهميه للموضوع، ولكن رغم انه وجه الموضوع مهم جدا متوسط اول ما مرقين كيف نشتي طبعا الاذاعه الامازيغيه يسجلن. نعم. اللقاء الاول طبعا للعالقين. نعم. وتوغانغ زي مريتش توغانغ مداخله زي تركيا ونتهنى بعد مريتش لان السيد فني اجن العدد طبعا نمريتش وقاديني وذان تراجان هاني اني مغربيا المبادره اثقه طبعا
الممثليه القنصليه جن طبعا هولندا سي سمنو مثلا سلام العربي توغكسيني جن العدد المغاربه غايتجا باسابورتي وغاسن الاقامه طبعا دي هولندا يجي العدد من المكسيك يجي العدد زي بلجيك يجي العدد زي فرنسا ولكن يتغيما المشكل عاد مطروح. تفضل سي جمال. نعم مش مرات محلية الأخت أمينة شغلت كذا شوية كتاخ طلبة أدرك تخفيف نقطة يوم طلبة ثم إن شاء الله أخير الرأي يحتل العالفين بكفاءة عامة. نعم الطلبة الوضعية الطلبة ما مش تقاوم مثل جمال. نعم الأخت أمينة الوضعية الطلبة بالمساهمة نوم كمغاربة العالم وكفاعل جمعويشك. نعم. نعم تفضل. نعم ملي نقف وضحف لان مش مؤخرا وغريب بعض الاتصالات بعض الاخوان بالاخص في فرنسا بلجيكا بالاخص لان بين مجموعه الاخوان من الجزائر يعني بين تدخلات وعلى راسهم حتى الاخ محمد بنات يعني تشكى في المباراه ولكن باش يجادل مع الناس ولكن بلجيكا فرنسا بين المشكل مؤخرا بالاخص الجامعه من لياج الجامعه الاكسيد في بروكسل يعني المشكل ما توطات واش تغاري من يعدل الاتصال المباشر للاخوان الطلبه بالاخص تعاون عري تغاري معاناه في القرانين معاناه بالدانتي حتى زير خرات الجامعه لان بين بعض المهددين بالقرض لان تغاري باش خصهم بعض الدورات مع الاسف وغادي شي معلومات دقيقه ومش تبني خرات الجامعه ولكن يعني تغاري بعض الاخوان خصهم الجامعه يعني مهددين بالقرض هذه أول نقطة يعني ربما أسميها بخطيرة جدا يعني نعم وكذلك من بعض الإخوان المهددين يعني بالطرد من المساكين من فيتيرين في زيد قنصم وكذلك المشكل الثالث هو يعني عدم يعني وكيف حتى من غشم وفي شم الغشم نهائيا يعني وزن حتى شم الجن إفكا غيكين خدمت لا إذن يعني مش حاول كفاعل جمعوي فقط لأن نمشي نتبع على حتى في دماغ نمشي فقط حاول الجميع الإخوان الجمع الياج بداية الاتصال وان شاء الله بالسيمانة يعني نحاول اكيد من شويه ولكن مش ندائنا الصليخ ندائنا الصليخ وهو نداء الاخوه المخ في المسؤولين المخ الجنبي القنصليه بالسفارات المخ المغرب بطبيعه الحال تدي المجهودات تمشي ونكاشي المجهودات الدوله المخ يعني نتشكري في بعض المجهودات سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب ولكن القرار الله يجازيكم وتستاذ السفاره المخ القنصليه المخ ولو غير عاون نشين نخاف من باي طريقه نشين نحاول نعاون عليه كنايه بالاخص في اي ذلك الطلبات الطالبات اللي غنخدم في اوروبا لان مرن جهنا مو نفقد الطفل الشباب وسين باش نفهم كم واحد يعني نمشي للعلم الدبلومات ربما غير قران بيتي حنا غادي ندير ماك غادي لي بيلوت غادي يعني الدكاتره يعني حنا جانا وفي يعني خير دليل التوتر مني يعني تمني خلي يروح مزايا كعبية في البرنامج ولكن إن شاء الله الحصة إن شاء الله إن شاء الله يروح مجاعة مهدد يعني بالسيمانية بأنه مرون فعلا نشي نازم تليفون ما رادي نشال العالق يخسا كين غيم صواد فعلا وما ثنغ جمال نتقاذ شك قيمة كين غربدا صحفي النغي ركز طبعا خل وضعيا الطلبة يقان وفعلا وقين بوسر حساب سمانة يذي وقاعدا ذني تهديدات دي الحياة نسن اليومية ذي المصارف الدخول التسجيل المدرسي ذني المصارف للحياة نسن يعني نتحية بعد المجتمع المدني يخذي مسمونين يخدمن وبدنا الطاسك الطلبة ياكي محضانا وفعلا تحية ومثل نغسي محمد بنور انت خل عمل نس تويزا نس طبعا ذو بدي النس اك الشباب يجن بالخصوص قليمان أدار غواري الأخ الغبزوري سليم قبر غناح خال عبدوني ومثل نغسي الغبزوري شكل طبعا الناطق الرسمي المؤسسة العالمية تويزا للإغاثة يجن مؤسسة مغار ثيفرس النس در خدمة النس ماني ما انتفيت عالميا ماشي ذي قليمان وهاني غاكي مغربيين وها أبدي النس ذي الجائحة ياتني غل ذي الظروفة طبعا كورونا إجن اللي أبدي يمغى نتحيات ونتحية جميع ذي مسموني النغذي مغربي النغ يبدنا كيث مثسن وسبينا خد دعم نسن تبسمينا إلا ورون سن فعلا نقيناك المغربة كتماظ نسن. تفضل سي سليم. شكرا أستاذ أميرة المؤسسة الجمعية التويزة أو مؤسسة التويزة تملك فيها خفينس بعد الجائحة ياسينتي تملك فيها خفينس أمام ثلاثين أنواع العالقين تملك فيها خفينس أمام الطلبة أو مخينا الزميلنا
وهي الطلبة إضافة إلى أنواع أخرى من العالقين لفريق فنر أمام مسلم ثم الطاق مسلم لفريق فنر أمام أسر إلى زوجة السادر ثم فترسين السياحة فقط نفاق فنر أيضا مهاجرين زي دولة دولة أخرى أوروبية مثلا مهاجرين زي نظيم غربيا وسين إسبانيا وسين دخل مثلا دي أرازو خمس دي غوليمان إذن ثلاثان ماركات من العالقين حسن مركز العارفين نفيق في النغشي بعد على الأقل ثم على حسب تجربة أه. طريقة التدخل أمينات اختلف وانغشي من هجية واحدة التدخل إن الغني وذان مغجة ثمينية ولكن يمكن لقضية صاف لقضية صاغة سنحا مشهد مزيانان نتحول ما يمكن نخفف زي العملية سنتين عن طريق ثم تدبير نوع من المساعدة المباشرة في وذانا ثم أني اسم الطلبة تحاول من خلال شبكة العلاقات غاس جمعية تويزر واتصالات غاس أج الجامعات زنيتين جي غوليما حاول ما إمكان أن تدبر إيوذانا الفضاءات بعد أولا الإفطار الجماعي محاولة تقديم مساعدة مباشرة مهنير ثم البحث كيزا خينس ديني مراجع صعوبة للساكن في البومي غاز غير ممكن تحاول ما إمكان يا ليجان متخصصه مجال ولكن هو انه الطبري وغيرها في الطب مكان مدرس اني مكان اني يخلي بالنسبه للمهاجرين اللي جايين من اسبانيا وشين مباشره انتقلوا في مدينتين في غوليمان ومن بعد تبقى الجائحه اذا قرنا الحدود نفس التدخلات اللي راكي نظن كينا وفق الامكانيات غاس الجمعيه ولكن من الملاحظه الاساسيه باش نصنغ امينه هو انه تسمى غوليمان على حساب من يدوشين زي الاخوان غوليمان مؤسسه تويزر انه جا سنتين الجائحه سنتين جا الفرصه ما كان نبد القيم تسمى الاصيله للمجتمع ونتين المجتمع المغربي نيجي نوع التكافل الغمقره جن تسمى القاتلين غوليمان بشكل نظامي زين يدوشين دور الحريقين الان انتظمت المجموعة انتظم مثل المؤسسة التوزيز انتظم من داخلية الشبكة الجمعيات تم قرانت الهدف في الأساس هو التخفيف زي العيب أونيتين جمعة 12 جلسا تقدم زنت عبارة عن إعانة مباشرة لوزنين العريق وانت توشال طبعا مؤخرا حتى البرامج النغط غينك طبعا المسؤولين الممثلين الخارجية بدناك العالقين ومعاونك تيم سمونين نزرى غوليمان كالقنصلة طبعا نزرى بلجيكا نزرى يعني انت في يوذنا فعلا قدمن على حساب تيزمانسن الدعم نسن سجلن يوذنا ولكن يتغيما المجتمع تيم سمونين قين تيزمار تيم قرانين مش سرم تيم سمون تبعدا التويزة تقاجن خدمت تيم قران تيقاري ومثلنغ كنغجن التليفون ربدان الدرجة طبعا راغي نوم ذو شراش نوم غانا غال برنامج ربدا برنامج مش تجيدا ونزوانا ما نقذك يوم الدار متمث ومينا شعاء ربدا ورنغ طبعا خيو ذاني قيمة النوغن دي ثموران بارا شي روح وساري ذو فجج شي روح العلاج ذو الدواء شي قاضي النيشة إذن قيمة النوغن دي مجموعة الدول ونتورى على حساب طبعا قين تظاهرات نتورى تعيشني جن الظروف شوي تقسح والحال يطول شوية يعني تغطراجا ولكنها راح تدخل إنسان أديري مقنن ما يمكنش طيارات كسيجن العدد يمغاضي إني طبعا الظروف الصحية يعني الظروف الصحية خاصة نراعا لأن لا يبدأنا لابد خصني وقع الحجر الصحي الطيارة تديري شوية التباعد دي المطارات دي الطيارة المراقبة صارمة باش يبدأنا طموه النغتيري رنتث أتي حفظ عربي ونقال الحمد لله قيجن وريدي الصباح يعني المرض يطحي تنقيس ولكن ما نحافظ دائما خامنية وسادي فسر خذي شمامين خد تباعد خد قال المكسب ينابح ذقو السنة باش أتو الطموه النغي جن نمرو ذا سبحانه ذي ليجن تخفيف نمتان تخفيف نيوذان يرقف كورونا ربدا قيمة كين وجيون تقاذي غمثنا الغبزوري سليم خل مداخل النس تقاذي طبعا صحفي النغ أدار غوار الأستاذ والباحث في مجال قضايا المسلمين بالغرب الأستاذ الفاعل والناشط الحقوقي والجمعوي تمسمونت أمانة سي محمد العبدوني مرحبا بك
عافاك وتشبهت الخ امينه. شكرا الطاف في البرنامج نمشي دوني ايز وان امان. تحيه جميله تحيه الطاف محمد وسمعين. مرحبا. ياك نعم نتسريش تفضل. اوكي مليح. نمشي نستنى مرة بعد القرار يستخدم المملكة يوم تنزل الحدود يعني الجوية البحرية البينات قمنا نقص النودان العالقين بجروب خصوصا جروب بايج نعاد الضم قرار يعني الإحصائيات تختلف حتى القطاعات الحكومية عندي قاس 19 نهار حد 18 عندي قاس 30 نهار ولكن كما كان الحال يجن عدد ضم قرار الطاس يقيم دانيتي خصوصا جروب يعني قيم نوغ دانيتين وفي مو مش لقنا العقب غطبعة النخ فلذلك كاونة يعني للوزارة للخارجية للقطاعات الزبارة يعني السفارات والقنصليات كيف تجي مجهود ما مش تغار خدمة نومك القطاع الخارجية شين بطبيعة الحال خدمة النخ جات السفارة بالقنصلية ذلك الكليمان القنصلية دوسلدورف يعني القنصلية دوسلدورف جات اتصالات واتصالات يومية إلى حد اليوم يعني ذا الاتصال نهار عاد أنه عاد ليودان عزون يعني عزون مساعدة عزون ذا ويعني الإيواء إما ذي إما ذي المبيت إما ذي يعني مساعدة مادية ولكن الأخ أمينات بعض الإخوان يعني المتدخلين قلنا قسمنا وين قسمنا يعني للعارقين بانيتين قدم الطلبة ذي يعني ديني الاسر حقيقه ماشي غا تدخل كذلك ديال الاسر يوسي دي اسبانيا يوسي دي ايطاليا لانه وسي بنت قاعد ديك الازمه كورونا الدوله وزنات انتوش الاعانات لذلك تاج انغل الجمعيات تاج انغل المتاجر لخ القنصليه ثم جايين مجموعه كذلك من العالقات العالقات يعني في مغارين ربما وفي بدايات الو قيمة كي نغ ومثل نغ العبدوني عشان نغ نعرضي انت مزيغت ماني ما تغاكني وفي وضر وقت انتذي ان الدهار على حساب ثين الدم ناربض سلاد من غازي وثسن. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. عشان نغنى عرضي انت مزيغ سحسن يتدين الدهار على حساب ثين الدم نربط سلا دمين غازي يتسن ذي قبل ربي الزوج يثن وم سماني وتن رجاء البركة ونقيم ربداك وشمث وم مينش وعاد سدين وم مش تجيد أو نزوان أمان وربداك نموينوجي ونيكي ذي جان ربدا غوار نغ طبعا نخ الدور يجين ثيم سمولي نغج ماضي ومان وبن زيسن ثيم سمونت المؤسسة العالمية تويزا الإغاثة قليمان طبعا ثم سمونت أمانة الإعلام قاكي نغ ومثنغ تيليريف جمال أسكور
السي الغبزوري سليمة قفاكين غونط الناطق الرسمي للمؤسسة العالمية نتويزا، هذا الغواري الأستاذ محمد العبدوني إجن دار رئيس نظام قران تمسمون أمانة والأستاذ الباحث. مرحبا بك أستاذ النغ. إذا العالقين العالقين تمسبضان ديني عالقين وسند أدخذ من قيمن نوغن زي إيطاليا زي إسبانيا ديني وذان وسند من أجل السياحة من أجل الدوام من أجل العملية كذا قيمن نوغن إيم حضان نغ الظروف نسنرنينين قصحن سوطس قبر غاش أشهر غواري قاري ومثلا كي نغش حد زي التليفون ربدان سفكاري كني وغا التليفون غا 00212-5-37-20-44-74 ألو ويكينغ ألو ألو نترياش ولكن نتحسف التليفون ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام ورحمة الله ويكيدي أستاذة أمينة ممشت جيرة قادر شون كيف فؤاد بطيبي الشاف باتيسري سي فؤاد من استراغيد نشقي عالق في بلجيكا لبروكسل. مرحبا بك ومثلا العالق اذا تروح تروح تساري دواهني تروح بشن ميلاد مش بعد ما وصير توصير لفرنسا تغلي مغاريز استعدادات كونكور دي لباتيسخي بعد ما سريغ بان المغرب بلع الحدود اك فرنسا روح غا بلجيكا لعلي هذا فخشن تيارة السنية وللأسف يعني يقيم غالق ديني لبروكسل زي زمان 14 مارس مع مغداني تلخو الظروف النش زي 14 ثلاثة ارنهارة والحدود باللي عندي نهار 12 دي ثلاثة يعني المعاناة أكيد تمرق ذاك يوذان أكيد يوذان بدنا كيش ذي بلجيك ونتحية ذي المناسبة يا الأستاذ والفاعل السياسي طبعا السي فؤاد حضار يزوار سي سويزا كي نغضي البرنامج أخ العالقين يعني بدنا الطاسك ييثمت سندينيا تفضل أوما في الحقيقة يعني دي البداية الأمر يعني تغذي شوية المعاناة والحمد لله تلقي الدعم دي الجالية ضمقران وعلى رأسهم مش ابتلاد خصي فؤاد أحضار زيت وصلا شخصيا يبكي لي طغالي المشكل أنه في ذات قضايا شغالي في ذات شيء بأن فرنسا يعني يقي عالق ببروكسل يتواصل شخصيا لك السفارة يعني يرتبى الأمور يعني يجي جاي يطمئن طنقران ويمشي يجي الدعم طنقران صراحة يجي الدعم معنوي طنقران ويعارضها في أنني غاسم يعني من يجي العالقين بالفناديق غاسم يعني كل شيء زي مثل ما مش تعيشني وذني النغن ذي بلجيكم مثلا لأن ديني وذن غسل عائلات ولكن ديني وذن قين دي أوتيلات قين زدغن الشين سوين قين مليح دماني وذن غسل هذا ميليغ يعني مش تواصل غيك بعض الإخوان قين الشين سوين قين دي خير وعلى خير ذن تدي بروكسل مش ذن ميليغ سيف وأذا حضاري تواصل زي مروغة ماني غساحب غان غش كش ماني غصر ماني غش الشين يعني وهاتي كيرو ليلي المشكل يعني مطمئنة في المئة أذي حفظ ربي تحية طمقران ثانيتا صراحة يعني محد غاري الفوصة سيفو أذا حضار نشين كما غاربة وكائري في من غان غدا نتيج إطار جن الشخص يعني صراحة نجمع بين جميع الصفات الإنسانية السياسية جميع الصفات صراحة أثي حفظ ربي فعلا نش يعني العطية يعني نش المدة يتكمر أقياي حق يعني بفضل الله عز وجل بفضل سيفو أذا حضار اللي يمكن جن دعم معنوي نمقى إذا ندحان زيس سي فؤاد حضار ندحان زيس وديج المفخرة طبعا يثماث النغنى الريف ذي أجماضين ذي خصوصا ذي المجال السياسي إذا وخاص صوت البويا مني وها 20 سنة أنت ذي البرلمان يستهجيث يستحق صراحة يستحق وتقريج النداء من أرى غير خصة تسعدوذ باش نعقب غير نجيو النغي كنغي جان من أرى غير خصة تسعدوذ الحكومة نغييث ماشي داش حسان فعلا الحمد لله وذا ميخصش ولكن اكيد نفسيا نوم المعنويات لكن تغيما النفسيه صراحه يعني ديني المعاناه نفسيه الانسان يشكل الان الناس خدمه الناس بالبلد الناس توجد يعني حكومتكم يعني في ترتيبات في العاجل القريب الغدا مش غيكن يعني لان ديني خجاني مزيانه ديني مراني كثار ديني يعني ديني معاناه نفسيه تنقراني يعني
بغض النظر يعني عن يعني الإنسان الشايس، ولكن من معاناة نفسية الإنسان الفريع قبضة ماضي النص. ونتمنى إن شاء الله قريبا يعني ورقة الدولة تكون في الترتيبات، نتمنى للعاجل القريب يعني كل شيء عقبرة مواطن النص بخير وعلى خير. نتحيى ومثنغ فؤاد بوطيبي جن شيف الباتيسري الحلويات ويسوق اسم طبعا الريف بالنظر عالميا ذي منايا باتيسري تقاضي خشك وانت وانتو عساش رغتها في ذرن جن طارتا خاص نجن في شتاء في شتاء في شتاء العوده معقب اكيد ان شاء الله ان شاء الله. تحيي غير المتصل اللي كان غي مصوض انه مثلا فؤاد بوطيبير بداقك نيو اكوس دير مش سجيده ونزوان امان واذا نخص ندره غير نبدا نفكرك نيو سنمر التليفون 00212537 20 44 74. طبعا التليفونين وقت غاوم 00212667 9 9 9 7 2 1. طحب غرب داس المقترحات نوم ذاري نوم خل برنامج مقترحات من البرامج أدعق بغر ومثنغ طحب غزيش ومثنغ سي عبدوني سي العبدوني السريدي جل العالق زي بلجيك. ألو سي فؤاد سي عبدوني تسريغاش واه تسريغاش كبر خير وورين ياك تفضل. واخا انا باش نخلي غير العالقين دانيتين يعني مجموعه من الانواع زي يعيزون زي مغارين زي الطلبه بالنسبه زي العائلات. بالنسبه للعائلات الجمعيه الامانه جات تدخل النس هو انه خصوصا في اسبانيا وايطاليا هو انه باش نقدم مساعدات يعني غذائيه وماديه لانه ما باش تمزق وسط الدانيتين ولكن أسم من أجل العمل والمستقام بالأزمة كورونا لذلك والمادة دولة ما تسنتوش إعانات مادية وجدت في السكنة يعني جين جل المسائل الإدارية ولكن إعانة مادية للدولة وزمانة القرن فنشين خصوصا ديسن ديسن بوبرتال جين مجموعة من العائلات من كل سبيسنت والحمد لله يعني نسوغ اسم المساعدة كما هي ثم أنه ديني قيمة كينا غاديني جن التليفون نستقبر. ألو ويكينا قرا يوم مثلا غبون كوسي كينا غشا حد التليفون. ألو نتسرياش ألو نتسرياش المتدخي اللي غنغضيو بظن غير استوديو سبعة أقفا كينا غي قرا يوم مثلا تكنيكو أقفا كينا. ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الرئيس النغم قران المغربي نسوان امان. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بالمداخله نش تفضل هما. مداخله اعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العظيم. المداخلة تم زيانت على حسب الوقت. نعم لا نعم نعم تفضل. إذن أقنا الحسيمان إذن ترجع العظم الحدود إذا غانا غنيش المدام سي دفتو ما أنصفان هاني 16 ميجا قبل عن الحدود إذن كني وعالقين دي المغرب. نعم 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 ولكن خير الخير الخير بإذن الله بالخير إن شاء الله. كان ذكي يغيس المغرب يغيس المغرب كل المملكة الشريفة العظمى استخاكس العالم من ذيا إذ من أيض الخير الطلبي اسمه نغي مغربي إني جانا بعض أني غادي أخذ الصبان الصبان كل شيء يازن كل شيء يري مليح من أيض الخير ونتمنى إن شاء الله الخير أكثر في ريق القريب رجع إن شاء الله يونيو ربما إن شاء الله لازم الحدود عن صفارة مكانما الدولة تكاس الواجب خصوصا تقصبوا الحرب يا مغربي النغم دا غادي خير وراه راه كل شيء اللي داه النغيش الدوله مرنا حكم كي داه غانا نبقى ما كي داه نحترم نوقع التعليمات السيد وزير الداخليه ونتشكر ونفتخر وندحى سي زبيب النغ سي زبيبين الماسين تا ممرضين ممرضات البوليس الجندرميه المخزنيه البولونسيات لي جارما بومبيروس نفتخر هذاك السن ديال المغرب ولكن العالم تقول أن نغنج الحمد لله ندحى زي سن يعني توفان قال رحمة الله عليهم قنق النبيين السهداء الصالحين. نتمنى غير القضية العملية العبور وشاتري نيغوتيري يسبقسا
ولكن جامو كزارا غالبا هي احسن جامو كزارا غير الاسره مينا. امو كزارا تحليل له هي احسن تريب العمليات العبور بان عبور التليجين كارثه ديال المغرب. إذن يتصلكينا الأخ نغ الفقير عمر زي الدنمارك أن الدولة الدنماركية وثعز مشى الحدود إلا البعض المسافرين غيرين في مجال تجاري مجال استثماري كذا، أما الحدود بالنسبة للعلم ريفق شي حد زي الدنمارك يزدغشون مشى نغنيت غيما ينغ. إذن الحدود والتريبو يعزمن لأن غالبا المرض قد عاد مستمر كيس نتعايش عاد لحد الآن، ولكن ثم في النغس الالتزامي ثقة ذو الحجر الصحي ذو القوانين يحسن المواطنين نغمني ما وتغين وعيين الحمد لله الخطورة طبعا كوفيد 19. إذن الحمد لله نقصنا الطاس نمتان نقصنا الطاس الحالات. تحييغ القيدوم الرئيس مقران طبعا مغاربة نيزوان من ذي بلجيك سي أحمجيق زي الحسين ما سيدي مغاش وسان تسبحانين دي ثماث النش دي عارف النش بارك الله فيك الحمد لله ربدا قاكني وكين وجيون وربدا غنا الرواري سي العبدوني باش هذا عقبة غال الأخ الغبزوري ذي الأخ جمال. تفضل سي محمد العبدوني. باش الشيخة وسمى مينا ديني العالقين ديني الحالة النفسية وكني تمصوض ماكيسن أكيد تبد ماكيسن ماديا ونفسيا ومعنويا يبدان مش سني ديني حالات وسند من أجل العمل شايست من أجل السفر الطلبة يمحضان يعني ذاني تام ساكن سيبضا نغل حالة سن النفسية بالدرجة الأولى الحالة النفسية تختلف وتسمع علينا زي الحالة غل حالة واني بجاني بالأسرة يعني كي صعوة الناس كي سمعها النسية الذات ربما الحالة النفسية اللي شوية أخص وخأنه هو يتزمن غايش نخوية يعني الحالة ضعيفة انت انت اصلا جوي تجيبو ضعيف ويجيبو يعني فقير ولكن الظروف في الجين اداه ديري فقير بحال هذا نعم ولكن بالتازور التويزه ليس اخي مغربيا ديال سلمان يعني خص الخشوات ولكن ديال الحاله النفسيه من خصنا ملي خديني قاديني تي مغاربي قيمت ثاني في القايد ثاني تي تشوها وعقيب نتاع ثاني من اجل اما يعني باش الدواء تي خصك تقدر تشارك تيشن تيشن اللقاءات ثاني تي يعني بالنسبة لمسألة مغارين تجا تعاون المغرب يحجاني مزيانة يقصح خسارة شوية نعم يعني يقصح حارة يقصف يعني ما مش نتسن وما نجاخذوا المعلومات من خلال بعض الحالات فالحالة يعني يرثى لها ثم أنه دي بالنسبة للحالة النفسية بعض الإخوان يعني تلف الزيتن مش جمعية أمانات تلف الزيتن يعني تسنقصن وغاخن بشاس الإيواء يعني دي تنسيقي دي البلدية الغبرطال زاني تخصنا نخرج الإشارة التنظيم وها غاخرج تنسيقي القنصلية غاخرج نابعة جرى خمسة رخ غاخاب عن الحالات زي بوبرتال ولكن البلدية بوبرتال يعني الإيمانيين إذا خيوشين استعتال ماني غزغن وتجيبوا يعني الجديد تدخل بعض الجداول رفضن الفكرية ربما الأزمة كورونا كذا ولكن الحمد لله البلدية بوبرتال تشخ وين السكان جزء مشان إيواء اللاجئين قصدهم بيس الإخوانا وداني كي ربع الحاله ديالنا داني كي نجي مثلا تبغى في الناس ثروه ديال المغرب ثروه تقداني فيه يعني خرقها في شي حاجه حتى مزيان قرص مبروك قرص مبروك ولكن يتمر في الحاله نفسيه تمقران يعني صعيب يعني ودويج الحاله نشي ندي مسر من الحمد لله قدر الله وما شاء فعل تنعاود التصنيمار فعلا ونيت هذه جن تغنغ سبحان الله من يوقع العالم يكمر وفي نعم كل محنة صحيح. منحة لابد الله عز وجل يسنكتع الزينة غيد المنايا يوقع دي العالم يكمر ما علينا إلا أنصبار وباش نخفف خيخفنا والبرنامج السيتي ما غادي غادي يسيخ شوية انتفاوين خل عالقين قرص نخصة صبا مشي ندي مسرمن شعار نغم قرن وهو طبعا نحن أمة المسلمان تامنس القضاء تامنس القدر إذن منايا مكتوب قدر الله وما شاء فعل في زمار قد دولة تق في زمار نسق خد من لي جرت ذوس باش هذا فني جموم صفوغ نيوذنا قبذان ولكن إن شاء الله هذه ري في زمار نغني قيمة كينا غنستقبري جن التليفون ألو كينا ألو سي الفقيري مرحبا بك زيد دنمارك مرحبا بك هاي نبقيك وزارة عرين البرنامج هذي كمر شوف ألو خدمينا من شغيني هنش تشغيني على حسب المعاهين الجنزانيتي على العالقين غاو كني ودي دي الدنمارك ها؟ العالقين دي نشال العالقين دي الدنمارك لا اشني ذاقي العالقين وذا شي قد الدنمارك ولكن الأخت مينا روح العالقين هنا اسي ورخصنا وزير الحكومة
الناس خلي شايفه ميديا ينوين من قصه الحكومه واثنين غاليين العالقين ينا ينقم قيم لان انت تخفين يبرئ من الناس يا رئيس الحكومه انك مش فايدين كاملين الجمهور وانت توشا وانت توشا المبادره المريتش تغت مبادره قمشه النس المبادره الجزائريه اللي ما ينقى قديني مرق في صوزرو وندرق في الدنيا جيمريتش الاخت من ناين راني جنبي تركيا دي كندا دي بنغلاديش يني جوجن ما ينين مريض حينيت خصوصا وندرق في ينين مريض هو يمرق مش متشغلين على الأخت مينا خل إجن قطس يسمى في أوروبا عشان الدنمارك وزير الخارجية مع 29 إيجاج مؤتمر وزير الخارجية الدنماركي الدنماركي وزير الخارجية الدنماركي من تصريحي تواغاس خاوم كنيو طبعا الساكنة الدنمارك ساكن الدرما كي تصور خمام يتصور خديني شني الناس ما كاينش رحمه المغرب اذا انت رقا يركز داخل المغرب يركز خلي الدول المنظم ولكن مي يسن المغرب خلي المغرب الناس وطريح يمشي ولا يرحم المغرب الدول الدنمارك وديش مسؤوله خص وما هذاك الوباء راح شي الناس البلد الوباء الحكومه الدنمارك واخذ المسؤوليه لا سورانس وستيري وسترزو عافاك وقراصني يا تما هنا في اوروبا ماني مجان والصغن ونورقين طياره مي غاتوجدنا بروحهم قلعوا بوي تريشين تكوتا ما تفوق ستانين عشرين سن ندورقين طياره هو المهم الموضوع اللي تشارينا الاخت امينه عافاك لان المغرب والسنغال يهضم وراه صاير يهضم شي اثنين اصغن ذي ورقين حد صار من عشرين حد يستارين شي واسمح لي زيد قال وقتو دي شي الزقام يا دار القداسي ومدن الفقيري زيد دنمارك ونسيتي طبعا وخا وزير الخارجيه الدنمارك يكسي القرار حتى المغرب غاس قرارات يعني ويعزم شان الحدود وذين بوشن العبور لان المساله يلاه بعدا درهنكي وذريقي من العالقين هند السيد فين عاد الخزامين غقن نعقب غار ومثلا الغبزوري سليم زي المانيا زي الناطق الرسمي طبعا تويزا غليمان المؤسسه العالميه تويزا ومثلا سي سليم سريدي المداخلات وسريد المداخله سي العبدوني ولا غشنت التعقيب الثاني لا غير فقط الامر الجبوس الوردي يعني شنو كاين يعني الامر وشي فلوريس وديو وردي لا انا خلي طبعا العلاقه يجمعنا جن العالقي كمواطنين يجمعنا بالدوله هي علاقه قانونيه قبلت لي علاقه عاطفيه قبلت لي علاقه الانتماء وحقوقيه تولدت التزامات تما متبادله لوكا الوقت الثاني تنجر بان الاخوان اللي جن التويزه من خلال اتصالين وكيتين لوك حاليا لوك اللي تعتا كنقي الميدان كنخدم من لوك الميدان عبر شبكه العلاقات الراسم اتصالات تكنيك الجامعات اتصالات تكنيك مختلفة واذا يتحاول ما يمكن زي ناس زي الجائحه زي لعيب اواني تيني تين العالقين اقتصاديني فقط مادام ان الامر وتما ناجل عمليا التقييم نأجل من بعد خصنا من سجن حاجة خصنا من بأن العالقين هنا المواطنين غاسم كامل تما الحقوق المواطنة أنظر غاسم في الطريق قيسين شنو زعما نقيم القرارات الحكومة نقيم القرارات الوزارة المكلفة الجالية إن شنو تجيبوا جهة سياسية وتجيبوا جهة تما مخولة ما تفتوش انطباعات في الميدان وانتين في انتظار فوق التقييم من وزارة النظر من ديال الدولة من ديال الحكومة ديال المجال وانتين نخدم شنين نمتز الإخوان الراقم ديال الميدان لأن بعض الحالات تما الحقيقة على حساب اللي عاوز الإخوان حقيقة تنراجع في النور دي مجموعة الأمور أستاذة أمينة خاصة اللي بعض الناس يتجن وسين ديال الأسر مثلا ني بعض الاسر يوزن خيوذنا فمن شنو يكون نير بان الوضعيه وتجيبوا دائما الوضعيه تبعث طبعا ماشي كل شيء وفاش شوارتي من غير يح مليح لان دي النيوذان دي تركيا الترون جير تدواس وقاين في ظروف سيئه يعني صراحه خلي بعض القيم الاجتماعيه اللي جات تواسي تخرج لنا اسمح لي التساؤل الان كورونا يا سنتين الجائحه يا سنتين جات الفرصه ادعق بنغاس أنا عقب القيم الأصيلة نتحية ومثلا غسي الغبزوري سليم ونتحية المناسبة الرئيسة مقرن طبعا تمسمونت المؤسسة العالمية تويزا ومثلا غسي عبد السلام الغبزوري يجني جن بنادم يخدم تجير تدواس ولكن مرمي من سقسة خاص للإعلام يصور أقدي الميدان ويتجي إفريقيا ويتجي يمشان طبعا الدعم النسبي أقدي سبيتر وحاليا يتبتي تأدى يتساعد تقدي سبيتر
الواجب نعم. كشان نشو مهروش الواجب كشان نعم نعم أستاذ أمينة نتحياث ونسأل الله ذي سيقار بالبركة ذي السيدة طبعا ذي الإخوة النغمارة توعدك كني وباش ديري لقاء خاص في المؤسسة العالمية ذي الخدمات المستمقرانين سواء أنك في مواطنس المغرب أكثر موران دونشت من جا المعاناة كي مهراش أك من قندي رمضان يجي العمل يمغاص وطس هذا الغواري والأخ نغسي جمال سكور زي بنتي ومثل نغسي جمال وربدا مردين شان التليفون استقباليت طبعا وخاني بضغون قال البرنامج تفضل سي جمال سكور. نعم الأخت أمينة شكرا على أخ رميلي التعريف نخوش لي الفرصة الثانية قبل ما جاء يعني لنقطة يعني جميل نقطة خطت السورق يعني بعجالة لأن السخر وكتورة في المحشة ولكن قبل ذلك إن شاء الله قاعد شكرا نجم شكرا الموصولي ومهلك محمد عبدالي كرئيس الأمانة جمعية أمانة ديبو برطان خلما يتقدم وكذلك الأخ نصالين جمعية يعني تغيزة إجن شكرا برطان خلما يتقدم ولكن عايشتين يعني تنقذين باش الغيان في الإشارة وعيد تحت شمت الإشارة سي جمال غي باش أديري البرنامج منقول على طبعا الموقع نوم تيليريف. نعم إذن والنواة يتبيع إن شاء البرنامج ديري على موقع أمنوس وموقع تيليريف رنتا هذه تبنى البرنامج هذه ينقل خل الموقع يجون ور تاني الدنكة تفضل. نعم يعني بعجالة أول حاجة عندك يعني تحجن الرب رمزي يعني في الآخر حجن بالدنمارك يعني قارت مش كل أخ وخير شيء يعني من أخي الأخ ونخي مريك يعني وخصوصا توزر وصف حد وقارت لو مانيش كان أي واحد غني يعني يعيش كان أخوة لو دي وخوخي في أمي طنزيات ولكن تعانان شمون عزيزي عانا تشن نجن بديت مع نخصوص ما في الجنة وضعرة لما ممكن المشكل لا يعني أنه ما أخي في الطنزيات تعانا يعني ماشي مشكل لا مش نارا لا يثبت نخ وانا عزي حد في عانا ولكن وخبنا دم وخبنا دم سي جمال لقث ذي الظروف تسبحانين ولكن مترا بنادم يقوش خذ الدهن الناس طاوى الناس خذ مواث الناس خذ خدمة الناس قد قصح. نعم 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 وكذلك يعني مش حاول تخلص قليل بعجالة مش تركز خطاف 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 في ناس العالقين في الطلبة يعني في الطلبة يجون يجون ورد تسعدوا الدن قاري الطلبة يعني شيء نداء الاخوان من اجل الطلبه يعني توجيه الكلمه للطلبه ولكن توجيه الكلمه للجمعيات من خير تمسمونين دعونني محضاره كسن بدن المحضان في الثقه وعاصم من غشم ومبادل بالطرد مره طارد وكان يختصاص الابلغاء قسم الشباب قسم الطلبه ديال الجاليه يعني خليت ناس نخطا وطلع نخاف نخطا هيك النقطه باش بديت نخدم شي غير على الوقت الوقت نعم إذن تفضلتم زيادة ربما الأخت أمينة مرسمح زيين هذه بكنا من عالقين وخلتي عالقين حياة المساكنين مدة طلقات ولكن ممكن أن نقن غذلك وهو الإخوة اللي ما تجيبوش واغن لينا واش أن نحسب دين عالقين لا لينا شريخ مبارا لنا دي بروكسل تجيب دي تسوية الوضعية نعم تسوية الوضعية نعم في الوضعية الإخوان ولكن ذلك في الوقت الكورونا ذلك الأزمية مش بين قوسين ربما بيرخ على صواب أو على خطأ ولكن يعني مش تلقين عالقين لأن حتي نوعة من الشام صفحة من جديدين في وقت برات النش طبعا وإن شاء الله ننجج اللقات وغفكا غدا يستخص تسوية الوضعية المذاني جان وفعلا أنه نلقين عالقين لأنه وزما ذي يعيش بطريقة بينة ذي تفتدات السكن تطبيب جميع الحقوق وغسجين تحييغ ومثنغ جمال سكور زي بن طيب طبعا تليريف القناة دار غور أنقاري الأستاذ النغسي محمد العبدوني سي محمد. مرحبا وشما أمينة أول رئيس وقرور رئيس المجرد النداء يأيك ما تنخص ويأيك ما تنخص الجروب كمرين يخص هذا أصبع يعني المحسنين ديننا متعاونين ديننا يجمع خل جمعيات مرة بعد تلقى غصن الجمعية ذلك بجروب قاعد يجيب جمجور دم قران وصل من العمل وكمل خر خمس نوم قاعد يجيب خمس صحبات عاون سعيد مسوان سيد مسوان ذلك اللي بدل ذا الجروب ويعني سواء أن المساعدة مادية نخ مساعدة بالمجال التطوير نخ مساعدة بالدواء نخ مساعدة بالإيواء نخ أي في اي مجال ان شاء الله بالفرج الخارج ان شاء الله تبارك ربي راح يخرج ابيات عن الوباء البلاء ان شاء الله يا ربي. سيتي مغ نرقف التصني مشان التصني الحالات جن طبعا قنوغن
في زمان الحكومة قبذان ومش نعلن بذان سمريتش بذان سي وذان تزيا يوذان توغى بذان كذلك إني قيم داني تغاصل الإقامة إج العدد سكنتن غا كندا غا هولندا غا بلجيكا فرنسا. إذا نقرصني وذانا قدر الله وما شاء فعل لابد من الصبر أثبان لأن بالساف نوذان قين نهيار عصابي هرشان جندي ظروف قسحن تما أكيد وغنغضي وذن شغى تليفون وهذه نوذان غاصن ظروف وقين السورا نفسيا وزمان إنما زمان كش تصريح لأن تعيش ظروف نفسية قاهرة تحيس المناسبة المجتمع المدني ثم سموني نختي زمان سن مغاربة العالم استمغاري النغس يا يزن النغس الشباب النغ مارا سهما مارا عونا مارا بدن أكيد مثل سواء إني النغن دي النغاسن نيغي إني جان دانيتا إخصاص نتقرف إخصاص من غشن من غسون بالخصوص بدن بدون عمل تورم يوذنا تسقانا نهان سن عرق بدن إذن يوذنا نسأل الله سني قمار الأعمال صدا بذي الميزان الحسنة سن تحييخ كني وشمث ومين شعاك سدين ومشت الجيدة ونزوانا من تحييخ نوجي ونتغاكي بيخ التليفون طبعا زي الحسيمة الناطق الرسمي طبعا المؤسسة العالمية تويزة الإغاثة ذو قليمان ومثنغ الغبزوري سليم سي عبد السلام تحييتها الرئيس النسم قران سيتي ماس صرف غزات اختي زمان النس تيم قرانين مرمي ما نسقسا خاسي الا وانت فيث يشغر الا وانت فيث في يعني ذي الميدان يخدم. تحييغ الاستاذ الباحث في مجال قضايا المسلمين بالغرب والفاعل والناشط الحقوقي والجمعوي جمعيه امانه ذي بوبرتال ومثوم الاستاذ العبدوني محمد. تحييغ الصحفي النغ جمال اسكور باسم بن طيب اقليم الدريوش تيلي تي في تحييخ سوطاس وتحييخ كصحفي ذي القناة نشقة في التلفزيونية ومدير طبعا الصفحة انتليريف تحييخ كأستاذي شاركة كينغ والسيتي مغن شاء الله غنغيريني مرقيثنا النغني تحييخ الإخواني نواني الزاج ومثوهم بونكوسي ذو مثوهم أجرود وتمثوهم من شعات وعدكني ونهار الأربعة دي ريجن سبيسيالي جل الخاص خد تعليم الخصوصي أذي السهم المجموعة للفئات المهتمة التعليم طبعا من 8 12 والأسر قد تورم ما مش تعيش نقول سنة عافاكم صحيت وتمثلوا من شعاد قرام الله يهنيكم أرسي من الديسين من الدايشة.